الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولكل من سألنا الدعاء، ولكل من سألناه الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين، وارزقهم البطالة الصالحة التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو وصلنا؟ الاستدامة نعيده؟ الاستدام إما بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: فصل الاستدام، إما أن يصطدم حران فيموت، إما أن يصطدم حران فيموت ودابتاهما. يبقى عليهم إيه؟ على كل واحد منهم نصف قيمة الدابة، وعلى العاقلة إيه؟ نصف ديها، إلا إذا كانت الدابة مستأجرة وليس أو معارة وليست لهما، فيبقى يجب عليهم إيه؟ الدابة. صح؟ يعني ده عليه نص؟ إذا كانت الدابة، يعني هم راكبين الاثنين كل واحد راكب إيه؟ فرس أو حمار. فإذا كان الحمار اللي هو راكبه ده بتاعه والثاني بتاعه، يبقى إيه؟ يهدر نصفه بتاع حقه، يبقى عليه نصف الثاني والآخر كمان. أما إذا كانوا مؤجرينهم الاثنين أو مستعيرينهم الاثنين، يبقى عليهم إيه؟ قيمة الدابتين نصف كل، يعني كل واحد عليه إيه؟ عليه كل واحد نصف كل واحدة أو نصف التاني، نصف بتاعته ونصف التاني، نصف اللي بركبها ونصف اللي بركبها. أيوه. وعلى عاقلة كل نصف ديت الآخر مخففة إن لم يحصلها ذلك، يبقى كده إن لم يحصلها ذلك يبقى إيه؟ خطأ. وإلا فنصفها إيه؟ مثلث. أو بأن يصطدم سفينتان. شايفها عندي كده الكلمة؟ نعم. اللي هي قصد ذلك. قصد ذلك، نعم. وإن لم يحصلها ذلك فخطأ. والسفينتان كالراكبين، إن فعل الملاحان ذلك أو قصر، يعني إذا اصطدم سفينتان اصطدمت
فإذا كان في تقصير من أحد الملاحين يبقى كده على حكم الإصابة إيه؟ خطأ. أيوة. خطأ ولا إيه؟ لا. إذا لم يقصدها ذلك. لا. خطأ. أما إن تعمد ذلك أو قصر يبقى إيه؟ شبه عمد. أو يصطدم ماشي وواقف. ماشي فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية الواقف. أو ماشي وقاعد. ينظر بقى إذا كان الطريق ده يا عم الشيخ يوسف. ماشي وقاعد؟ أيوه. إذا كان الطريق ضيقا ها يهدر القاعد. لأنه ليس محلا للقعود. أما إن كان متسعا فيهدر الماشي وعليه الضمان لأنه كان يمكنه تفادي القاعد. طيب. وعلى عاقلته وعلى عاقلته دية الماشي. طيب لو رموا المنجنيق. المنجنيق رموا الحجارة فعادت عليه فقتلتهم جميعا. ينظر كم عددهم؟ ينظر ايه؟ هم مثلا 10. يبقى نعمل معاهم ايه؟ كل واحد ما يعتبر يهدر من كل واحد ها؟ نعم؟ عشر الدية وعلى عاقلته ايه؟ تسعة اعشار الدية على عاقلة الجميع. يعني هم دلوقتي بيضربوا كده عاد عليهم فقتلهم يبقى يهدر كل واحد منهم يقسمها عليهم كلهم. فرجع الحجر عليهم فماتوا. هدر من كل من دية كل بقصد حصة جنايته فقسم باقيها على عاقلة ايه؟ الباقي. اقرأ الشرح كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه رضي الله عنه وعن شيخنا: فصل في بيان الاصطدام. الاصطدام أنواع، لأنه إما بأن يصطدم حران ماشيان أو راكبان، ولو كان الاصطدام بغلبة دابتي الراكبين فيموت ودابتاهما فعلى كل منهما نصف قيمة دابة الآخر باشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه، وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مخففة بكونها مخمسة مؤجلة إن لم يقصد ذلك، أي الاصطدام، كأن كان أعميين أو في ظلمة. واضح كده؟ أما إذا قصد الاصطدام يبقى القتل إيه؟ يبقى شبع. إذا لم يقصد الاصطدام كأن كان في ظلمة أو كان أعميين. هنا على أساس الظلمة الدواب ساعتها الاصطدام بتخرج إذا كان عمدا لا يقدر في الغالب، أما الآن اصطدام الدواب بتاع الآن يخطو السيارات يعني السيارات والطيارات مثلا معلوم بيها. شوف سيادتك دي كل ما تقلقش، هما الحكام واهل الخبره بيزنوا الامور بكل دقه، بيقيسوا الجنايات العمد والخطا، وينبغي مراعاه ذلك. مش ممكن سيادتك تكون السيارات اجمل من السيارات؟ يعني الغالب بتاعها بيكون شهيد، لكن بتاع الانتر نعم لا ازاي السفينه ديت لو في وسط الخليج في البحر وخبطوا بعض ممكن اللي فوق كلهم يغرقوا ولا ايه؟ ها؟ مش غالبا يا شيخ. لا لا يعني الرياح بتشديد وماشيه وتخبط يعني هتخبط امواج. المهم يعني هو نفس الحكم بتاع السفينه. السيارات الان تاخذ نفس الحكم.
فيه عندي في شبه عام وفي خطأ فيه يراعى طبعا هل تعمل ذلك أقصر أو لا في نفس القضية. وبعدين أهل الخبرة عندهم في المجال ده خبرة كبيرة ممكن يحددوا إيه وبيحددوا نسبة الخطأ بين السيارتين مش كده؟ بين 70% ل 50% كده. تفضل. قال وإلا بأن قصد ذلك فعلى عاقلة كل نصفها أي نصف دية الآخر مكلفة لأن كل منهما مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه. قال وهو في الأول خطأ الثاني شك عنه وتعبيري بالحرين أولى من تعبيره بالراكبين والماشيين على أن ما ذكره في الراكبين من أن على كل منهما نصف دية صاحبه انقصد الاستدار وجه ضعيف إذ الأصح أنه على العاقلة كما قررته وظاهر أن ما ذكر في ضمان الدابتين محله إذا كانتا للراكبين. واضح كده يا رجال إذا كانتا إيه؟ الراكبين بالكهرباء. أيوه. أما إذا كانتا مستأجرتين أو معارتين كل واحد يتحمل نصف كل واحد. أيوه. قال فإن كانتا لأجنبي لزم كل منهما نصف قيمتهما. نصف قيمة إيه؟ كل واحد. دابتي أيوه. قال أو بأن يصطدم سفينتان فيهما ملاحان فتلفتا وما فيهما فكالراكبين الحرين فكاصطدامهما فيما ذكر بقيد زده بقول انفعل الملاحان ذلك انفعل الملاحان ذلك الاصطدام أو قصرا حتى حصل ذلك فأن سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما. نعم انقصد الملاحان الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا وجب دية كل منهما في تركة الآخر لا على عاقلته. واضحة الأخيرة دي في عمد في شبه عمد لأن عمد لا يا فندم هنا عمد ولا شبه لا هنا عمد سيد اقراها تاني كده وحررها كده بالراحة كده. قال رحمه الله أو قصر حتى حصل ذلك كأن سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما. نعم انقصد الملاحان الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا انقصد الملاحان ذلك بما يعد إيه مفضيا للهلاك غالبا بما يؤدي إلى الهلاك غالبا يبقى كده عم وعلى كل منهما دية الآخر في تركته دية الآخر إيه؟ في تركته لا على العاقل. نعم دية كاملة ولا نصف الدية؟ لا يا فندم ما أشوف سيادتك إلا هما اثنين ملاحان أنا أخذها واحدة واحدة حد أن في كل سفينة قارب صغير فيه واحد بس وده فيه واحد وتعمد ذلك بما يفضي إلى الهلاك غالبا بما يقع يبقى على كل منهما نصفية الآخر لأنه فعل هدر في عبد نفسه هو مات بسبب فعله وفعله يبقى على كل واحد منهم نصفية الآخر حالة مثلثة ديت عمل زي الراكبة وإذا كان في حاجات تلفة نعم وجب هي دي كل ديت كل هو بس كل وجب ديت كل هو أشف وصرها بالنسبة سيدك أشف قال أي نسبة ديت أي نسبة ديت لأنه هو عليه بقى هي هو فيه ديت بس هو على كل واحد منهم نصف ديته ونصف دية الآخر هدر في حق نفسه وإذا كانت السفينتان
مملوكتين لهما فكما تقدم في الدابتين. يبقى على كل واحد منهم نصف قيمة السفينة، سفينة الآخر. وإذا كانت مستأجرتين أو معارتين وليست لهما فعلى كل منهما نصف إيه؟ قيمتهما، قيمة الاثنين. كده صح؟ جميل. قال رضي الله عنه عن شيخنا: وجب دية كل منهما في تركة الآخر لا على عاقلته، أما إذا لم يفعلاه ولم يقصرا كان حصل الاصطدام بغلبة الرياح وجهل ذلك فلا ضمان. فلا ضمان على من بقى؟ حاشية سيدنا المفسرة كلها. قول عدم إيه؟ لعدم تقصيرهما كما لو حصل الهلاك بصاعقة لا في غلبة الدابتين. نعم. ايوه فلا ضمان اصلا بخلاف الدابتين سيدنا، حتى لو غلبتهما الدابتين لو غلبتهما دي الامر كده منظر. ايوه لكن ده يبقى كما لو حتى لو سلفت باخر زي نزلت عليهم صاعقه حرقت. هنا باين الفرق سيدنا، قال لان ضبطهما الدابتين ضبطهما ممكن بخلاف السفينه. نعم. فانه لا يمكن ضبطها مع شده الجوع. نعم. لا الشرح في حاجه في الموضوع ده خلاص تم كده. هنا بالنسبه لموضوع الريح الضمان لا في النفس ولا في لا خلاص قدر الله وما شاء فعل قضاء وقدر، لا ضمان على احد لا في النفس ولا في المال حتى اصلا، لا ولا خطا ولا شيء في عبده ولا عبد. قال: او بان يصطدم ماشي وواقف في طريقه وان ضاق فيموت فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية الواقف. نعم. لأن الوقوف من مرافق الطريق والتلف حصل بحركة الماشي تخص بالضمان. نعم. أو يصطدم ماشي وقاعد. أو يصطدم؟ أو يصطدم. لأنه قال: أو يصطدم ماشي وقاعد بقيد زدته بقوله بطريق ضيق هدر القاعد وعلى عاقلته دية الماشي. لأن القعود في الشارع الضيق ليس في الشارع الضيق. أيوه، يعني واحد ينام في شارع ضيق. لا. قال: لأن القعود ليس من مرافق الطريق الضيق. نعم. فالقاعد فيه مقصر، أما إذا اتسع الطريق فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية القاعد. نعم. قال: وعلى عاقلته دية القاعد والماشي مع النائم كهو مع القاعد. والماشي مع النائم كهو ايه؟ مع القاعد. ده حال الماشي مع القاعد. ايوه تحال. طيب اذا كان قاعد اذا كان نايم ايوه في طريق ضيق يبقى يهدر النايم. ها يا شيخ. هدر. او في طريق واسع هدر الماشي. هدر الماشي ويضمن النايم. قال: ولو رموا بالمنجنيق بفتح الميم والجيم فرجع الحجر عليهم فماتوا هدر من دية كل منهم بقدر حصة جنايته وقسم باقيها على عاقلة الباقين لأن كل منهم مات بفعله وفعل الباقين فسقط ما قابل فعله فسقط ما قابل فعله. واضحة حكاية المنجنيق دية؟ حاضر. هما دلوقتي عارفين المنجنيق ده عباره عن ايه؟ زي الدبابه. الدبابه اللي بتحدف حجاره، يبنوه حجاره ويضربوه تحدف الحجاره بعيد. لا زي الصواريخ. فهم خمسه جاموا البتاع حجاره وهم يضربوا قامت الحجاره ايه؟ قامت البتاع ديت مقلوبه وراجع عليه. ماتوا الخمسه. ماتوا ايه؟ الخمسه. كل عايزين ديت كل واحد منهم. عندنا خمس ديات. يبقى عندنا ايه؟ كم ديات؟ خمسه. خمس ديات. بس كل واحد منهم مات بفعله وفعل الباقي. نعم. يبقى ساقط الخمس من كل واحد. صح؟ ساقط خمس من حق ديات. ايوه يبقى على عاقلتين على عاقلتين أربعة أخماس ديت كل الوقت. وهو هدر فعله في حق اللي هو الخمس. كمان مرة ولا وضحت كده؟ هما خمسة رموا المنجنيق
فعاد عليه فقتلهم جميعا. يبقى احنا عايزين كم ديه؟ 5 ديه. طيب كل واحد يستحق ليه؟ بس كل واحد منهم مشترك في حق نفسه الخمس، صح؟ يبقى كده كل واحد منهم عايز ديه من الخمسة. من مين؟ من الخمسة. من كل واحد قد ايه؟ 5 ديه. وهو واحد منهم هيدفع لنفسه ولا يهضر حقه؟ واضحة كده يا عم الشيخ ولا قولها تاني؟ كده يا شيخنا تفضل 4 ديه. نعم 4 اخماس او 4 ديه. 4 ديه من الخمسة. 4 يتوزعوا على 5 على عاقلة الباقي. كل واحد ياخد ايه؟ 4 اخماس. فان قتل احدهم سيدنا. نعم. فان ارتد فقتل احدهم. ارتد ازاي؟ واحد بس اللي هو رجع الحجر. فص اشوف سيادتك خد الاساس وابن عليه. هو دلوقتي هم 10 رجعوا قتل 2 يبقى الاثنين دول 5 ل10 يبقى يهدر منهم والفعل وقع بفعلهم كلهم يبقى يهدر منهم الخمس وعايزين 4 اخماسهم يتوزعوا ايه؟ على 8 الباقيين بقى خلاص شلنا ايه فعلهم؟ يهدر منهم ال10 الخمس اقول لك كل واحد ال10 او كل واحد ال10 خمس الديات يعني كل واحد ال10 وزع خد الاساس معاك. هو القتل حصل بفعله وفعل غيره يهدر فعله في حق نفسه وعايزين فعل غيره. ايوه يا عم اشرح. نعم تمام. ها تمام. هم 5 هبقى صورة اخيرة بس. ايوه لو قتل غيرهم يعني كده احنا قلنا لو هو قتل كلهم قتلوا يا كلام جميل. لو قتل غيره يتطبق عليه بقى عمدي ولا شبه عمدي ولا خطا؟ ايوه وتدي لكل صوره حكمها ويستحق ولا. وفي الحاله دي مفيش توزيع بقى يعني المقتول غير القاتلين مشترك في فعل القتل نفسه. تطبق عليهم ايه؟ عشان كده بنصور فيها الشبه العمدي والعمدي. شبه العمد والعمد لانه لو كان فيهم هو الخطا هتبقى خطا بس لان هم مشاركين مخلص. يعني خلاص ايوه خلاص كمل بعد كده ايه؟ الجنايه على الجنين. الجنايه على الجنين انه شرط ايه؟ الا يكون فيه صوره بخلاف ما لو قال قالوا لو بقي لتصور فلا أثر لذلك على الأصح كما لا أثر له في أمية الولد. وإن انقرت العدة به لدلالته على براءة الرحمة ودي مسألة النصوص. خلي بال حضراتكم لو جنى على امرأة ووضعت جنينة أخبر أهل الخبرة من القوابل أو غيرهم أنه أصل آدم أنه إيه؟ وقالوا أنه فيه صورة خفية ولكنها ظاهرة الجنة. فيه إيه؟ فيه صورة إيه؟ خفية ولكننا بخبرتنا نراها ونعرفها. فهذا تنقضي به العدة وتجب فيه غرة ويحصل به الاستئذان. الوضع الحمل لو وضعت حملا مثلا مضغة غير مصورة وقال القوابل لو بقيت يتصورت بحالة تانية غير اللي احنا قلنا. لو قال القوابل ايه؟ اهل الخبره لو بقيت تنقضي بها العده ولا يجب فيها ايه؟ غره ولا يثبت بها ايه؟ أمية الولد. الان هو دي بيسموها مساله ايه؟ النصوص. قال تعالى: واولاة الاحمال أجلهن
أن يضعن حمله. فإذا وضعت الحامل بعد الطلاق أو بعد الوفاة شيئا وأخبر القوابل أنه أصل آدمي، أنه إيه؟ لا، ولو بقي لتصور. نعم؟ لا، هو كده متصور. لا، كده متصور، أصل آدمي على متصور. لا، لسه ما تصورش أصل آدم. لو تصور وقالوا فيه صورة خفية لنا يضبط به الاستيلاء. شوف سيارة الأول، احنا على حالتين. هناخد الأولى الأول. وضعت مضغة، قال القوابل وأهل الخبرة إنها أصل آدمي ولو بقي لتصور، لو بقي فهذا ما حكمه يا شيخ؟ تنقضي به العدة ولا تسل؟ نعم، يحصل به الاستلام؟ لا، لا يحصل به الاستلام. وضعت مضغة وقال القوابل إنها أصل آدمي ولو بقي لتصور آدميا، هذا هل يقال له ولد؟ لا، يكفر. ولكن يقال له حمل أم لا؟ نعم، قال له حمل. قال له حمل. أنت معايا يا شيخ أحمد؟ ماشي معايا زي العسل. بارك الله فيك. ها؟ بارك الله فيك. يقال له إيه؟ حمل. يبقى إذا وضعت مثل هذا نحكم بانقضاء العدة، لأن المدار على براءة الرحم. العدة المدار على إيه؟ براءة الرحم. براءة الرحم. يبقى في هذه الحالة نقول لها يا ست انقضت عدتك. طيب، لو جني عليها جناية، هناخدها بالتدريج، ووضعت شيئا قال القوابل إنه إيه؟ أصل آدمي ولو بقي لتصور، فهل تجب فيه غرة؟ لا تجب. لا، لأنه لا يسمى جنينا، ولكن فيه إيه؟ حكومة زي ما أنتم عارفين. طيب، هو فيه صورة واضحة لنا وإن كانت خافية عليكم ونحن نعرف ذلك، قالت القوابل ذلك أو قال أهل الخبرة، فيه صورة خفية بالنسبة لكم ولكنها ظاهرة بالنسبة لنا. أو شوف عينيه، شوف عينيه، شوف رجليه، يبقى في غرة، في الغرة كده، وتنقضي به العدة. هذا لو نزل إيه؟ ميتا. صح يا شيخ يوسف؟ طيب لو نزل به حياة مستقرة ينظر. إذا مات بسبب الجناية، ها؟ نعم، في دية كاملة. إذا مات بسبب الجناية في دية كاملة. وإذا عاش مدة ومات لا بسبب الجناية فلا ضمان لك. طبعا لا يخفى أن الاعتداء هذا له حكمه في حكومة، في كذا، في كذا. في حالة تانية بالنسبة للجنين، ها؟ في حالة تانية سيدنا، ما في عندي هنا الصورة اللي يثبت بها الاستيلاء ويثبت بها الغرة. شوف اللي يثبت بها، اللي يثبت به وضع الحمل، اللي يثبت به الغرة يثبت به انقضاء العدة. كل ما ثبت به غرة، كل ما ثبت فيه غرة ثبت فيه ايه؟ انقضاء العدة، وليس العكس. واضح؟ واما والغرة في عبد او امه سليم، قيمة عبد سليم عبد يساوي عشر قيمة الام. فاذا كانت الام مسلمة فعشر ديتها ايه؟ خمس من الابن. طيب، إذا كان الأب الأم كتابية والأب مسلم،
يأخذ حكم المسلم، يأخذ حكم المسلم. لو هنقدرها ازاي بقى؟ هنقدرها لو مسلمة وهمة سامة وهمة مسلمة. وهمة ايه؟ مسلمة. أحسن. تمام؟ هنعتبرها إنه بيتبع عشرة. أيوة، يتبعه الفرع في انتساب أباه والأمة في الرفق والقضية والزكاة الأخف والدينة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ضرب بطن امرأة فألقت جنين ميتا معصوما فعليه غرة رقيق يبلغ عشر قيمة أمه إن كان حرا، وإلا فعليه عشر. إذا كان الجنين حر، إذا كان الجنين حر يبقى فيه غرة تبلغ عشر قيمة الأم. عشر ديت. عشر ديت. لا مش حقوق. عشر ديت الأم. غرة عبد. لا. يتبع أم. الأول شوف حضرتك. اللي يتبع عليه غرة عبد أو أمة تبلغ قيمته عشر ديت أمه. تمام؟ فإن كان إذا كانت الأم مسلمة يبقى عشر الدية خمسة من الإبل، وينظر بقى في باقي التفاصيل. وإلا إذا كان حر، وإلا فعليه عشر أقصى قيم أمه. وإذا كانت الأم مملوكة بأعلى القيم يبقى عشر قيمة الأم. ويجب فيهما الكفارة في كلتا الحالتين، سواء كان حر أو عبد، حر أو عبد، لأنه قد بنفس معصوم. فإن ألقته حيا ففيه الدية. فإن ألقته حيا ففيه الدية، حتى إذا عاش ومات بعدها بسبب الجناية ففيه الدية، لكن لو مات لا بسبب الجناية ففيه عرش الجناية فقط أو القيمة. إذ كان رقيقا، إن مات عقبه أو دام ألمه إلى موته فإلا فلا ضمان. تمام؟ يعني إذا مات بسبب الجناية دي، حتى لو استمر ألمه أو مات عقبه وإلا فلا ضمان. لكن لا تنسوا أن عليه دي حكومة الجناية على المرأة. فإن تنازع الراجل الجاني بيقول والمجني عليه أو قريبه أو أم أو الأم بتقول مات بسبب الجناية. يبقى كده ده بالسورة اللي هو عاش بعد نعم عاش بعدها فقط أسبوع 10 أيام كذا كذا. وعلى كل حال لا يخفى الآن الطب ممكن كده ولا طب الآن كان يعني يعرف قد تأثير الضربة ولا بسببها ولا بسبب غيرها. حلف الجاني أنه لم يمت بجناية. اقرأ شيخ عبد الله كده الجناية. قال رضي الله عنه عن شيخنا: فصل في الجناية على الجنين. إذا ضرب مثلا بطن امرأة حية ضربة مؤثرة. إذا كان قال: إذا ضرب مثلا بطن امرأة حية ضربة مؤثرة. حية ناقل ميت. نعم؟ ناقل ميت. بطن امرأة دي حية سيدنا مضاف إليه، ناقل مضاف إليه. لا حية لا. حية. خليها حية بطن حية. لا ولا. وهل يجوز الحل من النكرة؟ بس أنا أخلي بطن حية لا.
مجازعة هو جزء الحل من النكرة. لا مقله ها مقله يعني مقله يعني حتى حتى لو لو لو, لو عايز تجيب حل من النكره اذا كانت النكره موصوفه اصلا يعني معروف لا اذا كانت موصوفه ولا حاجه لكن في هنا بطن امراه حيه حيه لا لا قال اذا برم مثلا بطن امراه حيه ضربه مؤثره فالقت جنينا بأن تبين فيه شيء من خلق الآدمي. خلي بالك بأن تبين فيه شيء إيه؟ من خلق الآدمي. آه. كلحم قال القوابل فيه صورة خفية. هذا الحش غير عن ده فيه صورة خلي بالك حضرتكم معانا. قال أي أربع منهن فيه صورة بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور فلا أثر لذلك على الأصح كما لا أثر له في أمية الولد وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم انتهى أفاد ربي واضح كده سيدنا المسؤول كما لا أثر له في أمية الولد يا أنا مش قلنا أم في أمية الولد حكمها حكم إيه الغرة هي تصير أم ولد لا تصير أم ولد إلا إذا ألقت ما يسمى ولد نعم تقول حضرتك لا تصير أم ولد إلا إيه إذا ألقت ولدت ما يسمى إيه؟ ولد ولا يسمى ولد إلا إذا كان فيه صورة ظاهرة أو خفية أما إذا وعلت فيه لحما قال القوابل إنه إيه؟ فيه صورة خفية طيب لو لم يكن فيه صورة خفية هل يسمى ولد؟ لا فلا تجد فيه غرة ولا يحصل فيه الاستيلاد ولكن تنقضي به ايه العدة لان المدار العدة على براءة الرحم والمدار هنا في الغرة والاستيلاد على ما يسمى ايه ولو في صورة خفية كما قال نعم هذا الحشة كده كمان وضح يا ابو الراحة كده فيه صورتهم بخلاف ما لو قالوا ايه بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور فلا اثر لذلك على الاصح بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور اي فلا اثر لذلك على الاصح أه. كما لا اثر له في امية الولد وانما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم انتهى كده واضح؟ نعم يفيد بس في ولا اقولها كمان مره ها آه. معنى اصل ادمي ان هو متصور يعني قالوا انه لا اصل انه اصل ادمي ولو بقي لتصور لازم طيب لكنه الان غير متصور خد بال حضرتك خليك معايا قالوا انه ايه؟ اصل ادمي القت قطعه لحم ايه ده وقال القوابل او اهل الخبره من الرجال رجلان او رجل وامراتان او اربع نساء القوابل جمع ايه قابله وهي اللي بيسموها ايه الدايه لانها تستقبل المولود قال القوابل انه ايه اصل ادمي ولو بقي لتصور لكن ليست فيه الان صوره لا صوره ظاهره ولا صورة ايه؟ خفية يبقى ما حكم هذا؟ استبرار رحم فقط ها؟ يحصل العدة صبراء نعم قضاء العدة ولا يحصل به الاستيلاد ولا تجب فيه الغرب لكن لو قال القوابل او قال الاهل الخبر فيه صورة خفية نراها نحن يبقى تنقضي به العدة وتجب فيه الغرة ويحصل به ايه كده ظاهر واضح كده نعم آه. قال في الحاشية سيدنا قوله خفية على اي على غير القوابل ايوه انا بقول للستة خفية على غير القوابل هم ظاهرة لهن نعم طب ليه ما قيدش بنفخ الروح؟ ليه ما قيدش بنفخ الروح؟ نفخ الروح مش شرط في إثبات الاستيلاد ولا الغرة ولا انقضاء العدة
نفخ الروح ده عنه الاربع اشهر دول، لان ممكن قبل اربع اشهر يتم ذلك، وهذا في الغالب يكون. يعني مثلا حضرتك لو قيد بنفخ الروح كانت هتبقى ايه؟ ما نعرفش ماذا عن نفخ الروح او لا، لكن قيد بالجزء نفسه الايه؟ الذي القته المرأة. مثل هذا، هل في صورة واضحة لجميع الناس أو صورة خفية أو ليست في صورة وهو أصل آدمي أو شوية دم ألقتهم من متحوشين ولا حاجة؟ كل هذا واحد، لكن نفخ الروح مش شرط، لأن قبل نفخ الروح الله أعلم ثم خلقنا من الفتى على قضاء. المضغة بتبقى متصورة اللي هي في نهاية ايه؟ الأربع أشهر. والله أعلم بتبقى فيها يدك تبدأ فيها ايه؟ الصورة قبل ما تدخل الروح. اتفضل. نفخ الروح سيدنا مش هي يعني مسألة، لو قلنا بنفخ الروح هيبقى أمر عسير تحديدا، يعني هنعرف منين هل بنفخ في روح قبل الموت؟ لا لا ليس بنفخ الروح مطلقا. هيبقى أمر عسير. لا هو بيتعرف لما الجنين بيتحرك، لا هو بيتحرك ايه بعد الوقت هو بيتحرك هو بيتحركش يعني صح. ده بقى بيتعلق بيه يعني برضو للعلم، يعني قضية الإجهاض. إذا كان قبل نفخ الروح قبل أربعة أشهر شهر اثنين ثلاثة، المعتمد في المذهب جوازه بلا حرمة. وإذا كان بعد نفخ الروح يبقى حرام، وهو يبقى فيه زي منطقة في نفسه. فمن مرة تفصيل بقى عايز. إذا كان قبل نفخ الروح يجوز إيه؟ إسقاط الجنين، وهذا قد يحتاج إليه الناس في حالات كثيرة. وإذا كان قبل نفخ الروح لا يحرم. مش هل لو المرأة أسقطت نفسها على شيء؟ على هدية ولا على شيء؟ لا. لو أسقطت جنينها بعد نفخ الروح على شيء؟ هي اللي اسقطته جنت على نفسها عن مدد، يعني هل عليها شيء لورثتها مثلا؟ ها هل عليها شيء لورثتها؟ مش هي الجانية؟ نعم. هي القاتلة يبقى عليها ولا ما عليهاش؟ عليها ديه؟ عليها طبعا. عليها ديه الورثة؟ ايوه. ما هو الغرة ديت مش احنا بنقول تحقق في موت حياة الوارث الى اخره. قال لك مثلا يفترض في الغرة عشان تورث، قلنا ذلك في كتاب في المواريث، بنفترض انها كانت حية ثم ماتت. بنفترض ايه؟ مش كده؟ بنفترض ان الغرة ديت عشان يورث عنها الجنين بيورث عنه الغرة. نعم. طيب هل كان حيا ثم مات؟ نفترض انه كان حيا ثم مات بتورث عنه الغرة. وفي حالة ما اذا كانت الام هي الجانية يبقى لا ترث وعليها كفارة. صح كده ولا ايه؟ اتفضل. قال رضي الله عنه احنا كده سيدي ان لا يحرم. لا مش احنا قلنا كده ان هو لا يحرم قبل بعد ولا بعد الكلام بعد نفسه بعد الكلام ده بعد نفس الروح. حتى سيدنا ان نفس الروح لو هي اسقطت نفسها تغير رضا الزوج هو رضا الزوج وعدم رضاه ورضا احنا بنتكلم في امر جائز جائز شرعا لها ان تسقط الجنين قبل تمام اربعة اشهر مش حرام عليها بدون اذن الزوج باذنه او بدون اذن. طب بدون الاذن ما فيش عليها غرة؟ شوف سألتك اذا الله اعلم اذا كان فيه تخلف وفيها بس عليه اذا لم يثبت في شيء لم يتبين في شيء فلا شيء عليه، لان لو عليها حاجه هتبقى لنفسها. لكن لو تصور واخبر القوابل ان في صوره ادمي ظاهره او خفيه قال والله اعلم في هذه الحاله يبقى عليها هو. اذا فهموا كده والله اعلم. تفضل يا سيدي. قال رحمه الله: قال القوابل فيه صورة خفية بيتا بقيد زده بقوله معصوما عند الضرب،
فعليه أرة رقيق ولو أمى يبلغ الرقيق عشر دية أمه. كيف يكون معصوما عند الضرب؟ لو كان حربيا يا شيخ او مرتدى او امه مرتدى او ابوه مرتدى لا يكون معصوما. لا يكون معصوما حرب مش لازم يكون معصوم. حتى لو كان جنين الام هذا كده اللي حاشيه. قال خرج به قال خرج به عصمته بعده كأن أسلمت الحربية فلا يعتبر ذلك. لا لأنه هو المقصود عند الضرب. عند الضرب. قال فعليه غرة رقيق ولو أمة يبلغ الرقيق عشر دية أمه أي الجنين إن كان حرا وتفرض الأم كأب دينا إن فضلها. انفضلها فيه ويعتبر أن يكون تفرض الأم كأب دينا إن فضلها فيه. يعني ذمية هو مسلم. يعني إذا كانت ذمية وهو مسلم. إذا هو الآن هو الأب مسلم وهي إيه ذمية. يبقى عايزين عشر قيمة أمه تفرض الأم إيه؟ لأنها إيه؟ مسلم. أو الزوج ذمي وهي مشركة. برضو طف هنفرضها ذمية الأعلى. قال وتفرض الأم كأب دينا إن فضلها فيه ويعتبر أن يكون الرقيق مميزا سليما من عيب مبيع. وإلا أي وإن لم يكن الجنين حرا فعليه عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء. أما وجوب العشر فعلى وزان اعتبار الغرة الحر بعشر دية أمه. وأما وجوب الأقصى وهو ما في أصل الروضة على أصل المتفق فعلى وزان الأصل. والأصل اقتصر على اعتبار عشر القيمة وتجب فيهما أي في الجنين الحر والرقيق. سيدنا ممكن توضيح لمسألة أقصى القيمة؟ يعني هو دلوقتي جنى على أنا مملوك فألقت حملها يبقى أقول عش أقصى القيم من يوم إيه؟ من يوم الضرب لغاية الإسقاط. من يوم الضرب؟ لغاية الضرب لغاية الإسقاط. ظلت 10 أيام. كم تساوي في 10 أيام قيمتها؟ طبعاً لا يخفى على حضراتكم اختلاف الأسعار وارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار إلى آخره. فهي الآن كانت يوم الضرب تساوي 100 ويوم الإلقاء تساوي 90 وبعدها خمس قبل الإلقاء بيوم بقت 100 تساوي 110 تساوي 120 يوم ضرب أقصى القيم هير الضرب الاعتداء عليها بالضرب إلى إيه الإسقاط فتؤخذ ويؤخذ العشر من ذلك. كده واضح؟ يعني هي على قياسها على البصر وضربها يوم الخميس خبطها خبط يوم الجمعة كانت تساوي 100 في العشر أيام انخفض السعر وارتفع وكان أعلى سعر 120 أنا أخذ إيه؟ اللي هو تاخد كام؟ كام على حساب كام من 120؟ كام؟ 12 تمام؟ تفضل يا سيدي. سيدي عشان هي رقيقة عشان هي رقيقة احنا قلنا في الحر غرة عبد أو أمة تبلغ عشرة دية أمه. فإذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إلى آخره كان معصوم. بس كده مش عارف إنك تضرب إلى صلاة الجنازة ولا تشوف تحصيل صلاة الجنازة تنتظر.
خلاص خلي بال حضرتك. الأول الحر الجنين الحر المعصوم فيه عشره فيه غرة عبد أو أمة تبلغ قيمته عشرة إيه؟ فإذا كانت الأم مسلمة تبقى تبلغ قيمته كم جمل؟ خمس جمل. طب اليهود والنصارى ثلثوا إيه؟ دية المسلم. يبقى عشر الدية عشر 33 مجل نصفهم كام؟ 16.5 نصهم كام؟ 16.3 احسبوهم كده؟ ها؟ صح 16 ايه؟ وثلثين يبقى عايزين 1.6 من 10 الله أكبر اللي هي المرض صح كده ولا ايه؟ عايزين ايه في اليهودي والنصراني؟ دية المرأة 16 وايه؟ وتلتين العشر كان الله 1 صحيح و6 و2 على 3 من 10 يبقى دية الايه؟ اليهودي والنصراني لا. أما إذا كانت الأم مملوكة فدية الجنين عشر قيمة أمها وتقدر قيمتها بأعلى القيم من يوم الاعتداء عليها إلى إيه؟ إلى إسقاط الجنين. خلاص كده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. قال وأما وجوب الأقصى وهو ما في أصل الروضة فعلى وزان الأصل والأصل اقتصر على اعتبار عشر القيم وتجب فيهما أي في جنين الحر والرقيق أي في كل منهما الكفار لأنه آدمي معصوم. على وزن الغصب. الغصب لو حضرتك واحد غصب من واحد واحد غصب الكعبة وغيره مثلا ونجد الطول يبقى خد قيمته المتقوم في القيمة فقيمته كان ها. لا قيمته كام؟ أعلى قيمة يساوي أيوه كان يساوي يوم ما خده لغاية لما تاني يوم ما خده مني كان يساوي 100 جنيه وبعدين السعر نزل شوية وطلع شوية وبعدين وصل 150 ورجع نزل ل 70 أبقى أخد كام؟ ها؟ كان قيمته 200 في الأول؟ كان قيمته شوف سيادتك أخذه كان يوم ما أخذه يساوي 100 ويوم ما رده كان يساوي 60 ونص زيادة أقول لك يوم ما أخذه مني كان يساوي 100 كان يساوي 100 ويوم ما رده يساوي 60 لكن قعد شهر عنه في الفترة دي ارتفع السعر من 100 إلى 150 وريع نزل كام؟ هباخد كام؟ 150 أعلى قيمة أعلى قيمة كذلك هنا إذا كانت الأم المملوكة هذه تساوي يوم الجناية 100 ثم بعد وقت الجناية كانت تساوي 150 وقت القاه يبقى ناخد القيمة كام؟ طيب بعد 5 أيام بقت تساوي 150 ورجع نزل قيمتها ل 70 أعلى القيم كضمان الإيه؟
المقصودة. بس ليه الغصب شيء زائد؟ لا الغصب فيه شيء زائد غير الضمان. ما هو الغصب فيه ما هو معين الضمان فرد إيجار، يعني هو الضمان بيدفع أعلى القيم ويدفع إيجار المدة. أيوة ده في الغصب يعني الغصب أيوة أيوة ما هو بيدفع الإيجار ده، لكن هنا ما فيش إيجار. آه نعم الغصب ده فيه شيء زائد. تفضل. قال وتجب فيهما اي في الجنين الحر والرقيق اي في كل منهما الكفاره لانه ادمي معصوم، فان القته حيا ففيه الديه ان كان حرا او القيمه ان كان رقيقا هذا ان مات عقبا او دام المه الى موته، لان تيقنا حياته وقد مات بالجنايه، والا بان بقي زمانا ولا الم به ثم مات فلا ضمان، فلا ضمان فيه لأن لم نتحقق موته بالجناية، فإن تنازع في أنه مات بجنايته أو لا حلف الجاني أنه لم يمت بجنايته لأنه الأصل، فإن كانت المرأة ميتة حال الضرب أو كان الجنين غير معصوم أو كان الجنين غير معصوم عنده فلا شيء فيه لظهور موته بموتها في الأولى وعدم الاحترام في الثانية. لا الأخيرة دي واضحة. نعم سيدنا، واحدة مرتدة أو واحدة مثلا حربية. أي حربية فقتلها ما لا ضمان، فلا ضمان لا ليها ولا لله. طب ولو كانت ميتة مات بسببها يبقى كان هو ميت. اه فلا ضمان. بس طبعا أي شوف أي اعتداء بأي شكل من الأشكال فيه تعزير على الأقل. ليه ما قدرناش الاثنين؟ ما هو ده عليه نصف الدية من تركاته وده عليه نصف الدية من تركاته. اختلفوا لو اختلفوا في الدية كل واحد. لا هم احرار ممكن يشتغلوا في الدين المسلمين. ايوه نفس الدية. ايوه مش عبيد فهيقوموا. لا وحد قال لك يقوموا؟ لا ما هو بيقول يختلفوا يقول لا هم انا اعتبر ان هم مسلمين احرار. ايوه فده عليه نصف الدية وده عليه نصف الدية وده عليه نصف الدية وتعمدوا ذلك. وكان هذا الفعل يقتل أم لا يقتل؟ يقتل. يبقى الحل إيه يا عم الشيخ؟ خلاص سنة يبقى نصف ديه كل واحد. إيه ما غلبه ولا مفكرت؟ غلبه. حل ولا مأجل؟ حل لو في تركته. طيب خلاص هوريه الأجابة. لا أنا عارف دي يا سيدنا. هو يوصل سيدنا يعني أنا ليه عندك نص وأنت عندي ليك عندي نص؟ عشان هيختلف سيدنا. إزاي؟ هو سيدنا هو الأشكال بتاعه؟ حاضر. هو بيقول مثلا انا خبطت واحد عنده وخبطني عبد واحنا الاثنين ما هندي كل واحد نص الديه. يبقى 50 يبقى 50 يعني فليه 50 يبقى نص الديه. هو كل واحد منهم له ديه ماشي ممكن يختلف عليه نصه وعلى الثاني نصه. ممكن يكون مسلم وذمي. ممكن يكون مسلم وذمي. مسلم ورقيق. هو هيبقى لا تساوي. نعم على التساوي او التصبط يعني خلاص على كل واحد منهم نصف ليه في الورثه. ما هي من تركته. هي لو كانت على العقيله تقول ماشي في فرق. لا من تركته. من تركته. ايوه فهو ال 50 اللي هيدفعه جايز تختلف الدين زي الشيخ عبد الله ما قال. لا ما سيدنا ما هو خلاص يبقى هم عايزين يتراضوا يتراضوا. ها هو القاتل عند عليه هديه اصلا. ايوه ما هم الاثنين قاتل عابد هو هو دلوقتي كل واحد منهم له ديه كامله. بس النص عليه والنص على الثاني. وعليهم كفاره ولا ما عليهمش؟ عليهم كفاره سيدي. في مالهم او يسمع عنهم. لو كان معاهم ركاب يا سيدي. نعم لو كان معاهم ركاب يبقى عليهم الركاب دول يبقى ديتهم على اللي هو على على عليهم كلهم علي على الاثنين بالتفصيل. ايوه على الملاحين الاثنين. ايوه هنعمل الدبتين المؤجرتين. المساله مثلا يا سيدي بتاعت عامل السكه الحديد اللي مثلا بتدخل قطرين. لا عامل السكه الحديد اللي كل سنه اللي كل سنه بتدخل قطرين في بعض مثلا ده يشيل الديات دي كلها ولا بالطبع؟ عامل السكه الحديد هم بتوع السكه الحديد يحكموا في احفاد في قضاياهم. لان في حاجات حضرتك النظر فيها على حسب الصنعة والمهنه محتاج ايه؟ خبرة في نفس المجال. يعني احنا لا نستطيع القضاء الا على شيء احنا نكون واضح عليه. والضغط طب عليه اللي في الدفتر
خلاص انتهينا من الاستدار. جناية على الجنين. وانا يقول اي عند الضرب كجنين حرية الحرقي. يبقى لو كان في حد فيهم مسلم يبقى لا. معصوما عند الضرب. غير معصوما عند الضرب كجنين حرية الحرقي او مرتدة في المرتدة. اي. في واحد منهم مسلم يبقى فيه الغرة. يعني حضرتك حضرتك المرتد مهدى المرتد مهدى والمرتدة مهدى وكذا ما في ضبطها. لو الأب ده مسلم وهي مرتدة يبقى عليه الغرة لا هيتبع يعني الأعلى مولانا هيتبع الأعلى يجري عليه كما يجري على أبيها لا يعني يجري على إهداره عليه كما لا أنا بس أقرب مني هنا شوية يعني يجري عليها ولا كما يجري على أبي من الله من الله هو تابع هو تابع يعني هو تابع الجنين ولا الأب الجنين انتم ازاي تابع ايوه تابع اي تابع جري ابوه اللي جرى عليه يلا يا عمك خلاص طيب اذا وجدنا قتيل في بلد ولم ندري من قاتل. لا. في عداوة قديمة. قبل حضرتك. اشترط أن يكون هناك لو عشان يجي واحد يقول لك ده اللي قتلوه أهل البلد دي. طيب. اشترط لوث يعني فيه عداوة أو فيه شيء يقع به في النفس إيه؟ صدق المدعي. وهذا القسم من أبواب الفقه مما خالف فيه الأصول فيحلف المدعي دون المدعى عليه صح خالف القاعدة المحرمة وفي إيه كمان عن ذي اللي بيحلف المدعي المدعي إذا المدعي إذا لم يكن له شاهد ونكل المدعى عليه لا المدعي يبدأ بالجميع اللعان يبقى اذا الاصل ان يكون اليمين على المدعى عليه هنا دول جماعه قالوا وجدنا قريبا لنا عند هذه البلده وهم قتلوا وليس بينهم عداوه ولا مشاكل ولا شيء هل يصدقون وتسمع الدعوه لا تسمع الدعوه لا مفيش شيء طب ما الحل ايه؟ في مشاكل اهو ايه يا راجل؟ الحل ايه؟ ها؟ طيب وايه هو الحل؟ يلا ايه يا ربي؟ يعني في المدعى عليه المدعى سيدنا اصلا؟ هم بيدعوا علينا ان احنا قتلنا ابنهم مفيش لوفه اصلا هو مش حاجة من اللي يحلف ده المدعى عليه المدعى عليه ويحلفوا كام 50 واذا كانوا عددا حلف كل منهم 50 اما في المدعي اذا كان الاول فتوزع ايه التركه على ايمان على حسب الميراث قال يحلف مدع بقتل على معين خرج به ما لو كان ايه غير معين كان ادعى على اهل بلد كبير فمين يا عم منهم يا عم على القاهره قال قتلوا ابنه الكفر كله قتلوا ما ينفعش وهي جائزه بشروط غير ما ذكر ان يكون ثم لوث وهو قرينة لصدق المدعي وهو ايه وهو قرينة ايه لصدق المدعي قرينة يقع بها الأذكر في مشاكل في قلق منهم وهكذا وألا يخالط المدعى عليهم غيرهم هو دلوقتي في قرية
فيها أربع عائلة، أربع عائلة، جاء واحد اثنين ثلاثة أربعة. ففي بيننا وبين جماعة منهم بينهم ومن بعض مشاكل، فهو قتيل في هذه القرية، فهل هذا يعتبر له؟ الأربعة وهدولات المدعى عليهم الآن مثلا البغداديين والعراقيين والشاميين والحضرميين، أربعهم هم بينهم وبين الحضرميين مشاكل، بيدعوا الحضرميين، لكن لو كان الحضرميين دول هم لوحدهم في البلد يقبل ايه؟ يقبل الدعاوى، لكن معهم غيرهم لا يقبل. معهم غيرهم من بينهم وبينهم عداوة لا غيرهم خلاص. لا ولو كانت العداوة مع الجميع ما خلاص انتهى الأمر. غيرهم من الأعداء. نعم. ذكر في الشرح من الأعداء. أيوه غيرهم إيه؟ من الأعداء. من الأعداء نعم. وأن يحلف المدعي 50 يمينا. وأن يحلف المدعي فإن تعدد حلف كل بقدر حصته من الإرث ويجبر المنكسر إذا كان لا تزيد الأيمان على 50 إلا إذا كان فيه انكسار، كأن كانوا ثلاثة أبناء ادعوا أنهم قتلوا أباهم، يبقى كل واحد يحلف كام؟ 17. طيب لو مات وترك زوجة وبنت، الزوجة لها ايه؟ لا تصف، لا تصف، والبنت تمس رد على البنت لا على الاثنين، رد على البنت والام زوجة لا يا زوجة لا يرد عليها، لا يرد عليها. طب البنت تحلف كام والام كام؟ الزوجة هتحلف 10 والبنت هتحلف 40، لأن هم دلوقتي أصل المسألة 8، البنت لها 4 والزوجة لها 1، يبقى كام؟ 5. يبقى كل الله عبدين بقى نشوف بقى الباقي هنوديه بيت المال ولا نوديه فين؟ ها؟ فإن نكلوا لا الزوجة وأم، زوجة وأم وبنت، البنت لها إيه المسألة من كام؟ 8. لا أنا جبت زوجة، أنا جبت أم كمان. 24. الزوجة لها 3 والأم لها كام؟ 4. 4 يبقى كام؟ 7. 7. والبنت لها كام؟ 12. 12. كام؟ 19. 19. 19 دول توزع عليهم الأيمان. البنت تشوف لها كام؟ لو تقسم 50 على 19. واحنا سيبنا الأول هنرد على لا في عندنا هنورث بيت المال. يعني هنورث بيت المال. لا بقول له خلاص يعني عايزين صوره فيها الورثه اقل من الايه التركه عشان نكمل الايام. هو ضارب صوره، ضارب مثال بزوجه وبنت، مش كده؟ مش في الحج الزوجه لها 1 من 8 والبنت لها 4 من 8 بعد كده بيت المال. يبقى البنت تحلف كام؟ تحلف 4. 40. 40. 50. والزوجة 10. 10. طيب. قال أو أن يكون فإن تعدد حلف كل بقدر حصته من الإرث وجبر المنكسر
فإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن تعدد حلف كل 50 يمينا. طب ليه؟ لأنه بينفي إيه؟ علم. وإذا حلف المدعي وجبت الدية ولا قود ولو عمدا، ولا تزيد الأيمان على 50 إلا في جبر المنكسر كما وضح. وفيما لو مات الحالف، لو مات قبل استكمال ما عليه، يعني مثلا هم اثنين اخوان مات كل واحد عليه 25 يمين، مات احدهما بعد ما حلف 20، وارثه يستأنف الايه ال 25 من بعد ما حلف. لا، وفيما لو غاب احدهم، اثنين اخوه فيهم واحد حاضر وواحد ايه غائب، فهي المدعي الحاضر يحلف كم يمين؟ 25 يحلف 50، والغائب اذا حضر يحلف كم؟ 25، والغائب اذا حضر يحلف ايه؟ 25. حلف مدعي ولو تعدد، وكذلك حلف مدعي عليه ولو تعدد. لا، حلف حالف مدعي وحلف ايضا مدعي عليه، لا يمكنون من ذلك يا ابا عبد الله. فوضى كده، اما من اللي هيحلف؟ خلاص احنا حكمنا المدعي، احنا حكمنا بان المدعي هيحلف، يبقى خلاص لازم الديه، يبقى المدعي لا يحلف. إذا نكل، إذا نكل مبتلع يعني في المدعى عليه مصدق المدعى عليه وخلاص قضي الأمر. إذا يكون رضيع على المدعى عليه، أيوه على المدعى عليه يقسم عليه لا أكون أكثر قال رضي الله عنه: باب القسامة، يعني فتح القاف، حلف مدعي بقتل لا طرف وجرح لا، لا يحلف في الطرف ولا الجرح ولا المعنى. تمام؟ نعم. قال: لأن القسامة على خلاف القياس، يقتصر فيها على مورد النص، على معين كسائر الدعاوى، فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإيهام المدعي، لإيهام المدعى عليه. وقولي كغيري، وقولي كغيري حلف مدع، حلف مدع جري على الغالب، وقد يكون الحالف غير مدع، كما لو أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل ثم مات السيد حلف الوارث بعدد دعواها، حلف الوارث بعد دعواها، بعد دعواها حلف الوارث بعد دعواها. لو أوصى كما لو أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل ثم مات السيد، هي بتدعي الوصية كده، والوارث يحلف إيه؟ هيحلف على إيه بقى؟ طبعا الحج كده، أنا مش قادر أفهم. حلف الوارث بعد العوام، حلف الوارث أيوه أيوة، ولو كان ابنها من سيدها فيحلف كل الأيمان إن كان جائزا، إن كان حائزا، قوله بعد دعواها ليس بقيد، بل لو ادعى الوارث وحلف كان الحكم كذلك، وإنما قيد بذلك لأجل أن يكون من خلاف الغالب. طب سيبها دي راجعها وهي جائزة. هو كأنه سيدنا يقصد أن اللي هيحلف في هذه الصورة أيضا الحائز والوارث حتى وإن كانت الوصية لغير وارث. لا. يبقى اللي عليه القسامة الوارث وغير الوارث يأخذ القبض. لا، تفضل. وهي جائزة بشروط غير ما ذكر. لا. بشروط غير ما ذكر. غير إيه؟
لازم من ايه؟ من القتل وتعيين المدعى عليه. نعم. ان يكون ثم لوث في المثلثة. نعم. وهو قرينة لصدق المدعي، كان وجد قتيل او بعضه في محلة او تفرق عنه جمع محسورون. نعم. وألا يخالط المدعى عليهم من الأعداء غيرهم. نعم. من غير أصدقاء القتيل وأهله. وهذا ما نقله النووي. غير أصدقاء القتيل، أما لو كان في أهل القتيل لا يعتبرون. سيدنا أنا مش متصور سيدنا. يعني دلوقتي البلد فيها قرايب. قرايب المقتول. وأعداء. فيعتبر هنا قريب دول هيعتبر يمنعهم اللوث. يمنعون اللوث؟ لا ما يمنعون. لا لا يمنعون. هاي بس هذا المراحل. طب شفنا لو ناس لا هم لا اعداء ولا هم اصدقاء، يعني ناس عايشين كده هم دول بقى دي المشكله بقى. هنا في بلد ثانيه مثلا. دي بقى اللي قال لا يخالط المدعى عليهم غيرهم. هذه اللي فرضناها. في اربع عائلات اربع قبائل العداوه بين هؤلاء وبين قبيله ومعهم ثلاث قبائل، يبقى لا تقبل الدعوه. اذا سيدنا بيمنع اللوث لو كان في الاهل او غير الاهل، الاقارب، اقارب المدعي او اهل له لا يمنعون اللوث. لا يمنعون اللوث. انما اذا كان غيرهم ممن ليسوا باقارب ولا اهل يمنعون اللوث. طب هو ليه عطفهم على بعض؟ على ايه؟ لما قال وألا يخالط المدعى عليه من الأعداء غيرهم. من غير أصدقاء القتيل وأهله. يعطف الأهل عليه. أما الأهل زي الأصدقاء، الأصدقاء زي الأهل. نعم زيهم زي بعض ما يمنعوش اللوث. لا. نعم. قال وهذا ما نقله النووي في شرح مسلم عن نص الشافعي. نعم. لكن قال في الروضة كأصلها الشرط ألا يساكنهم غيره، ألا يساكنهم غيرهم. هنا بقى محل نظر. هل الشرط ألا يساكنهم غيرهم مطلقا؟ بالك ها، ما هو دي بقى محل نظر الفقيه. يعني القرية فيها ربعها أعداء وثلاث أرباع قرايب القتيل وأهل، وجد قتيل فيها، فهل ها وجود أقارب وأهل يمنعون اللوث ولا يبقى اللوث؟ يبقى اللوث. هذا محل نظر بقى، بقول لك ايه في اعداء. في تارة ثانية يا شيخ عبد الله. تارة. من اول والا يخالط؟ ايوه. قال والا يخالط دعا عليهم من الاعداء غيرهم. نعم. من غير اصدقاء القتيل واهله. ايوه. وهذا ما نقله النووي. وهذا ما نقله النووي. ها. شرح مسلم عن نص الشافعي. لا. لكن قال في الروضة كأصلها الشرط ألا يساكنهم غيرهم. لا يساكنهم غيرهم هنا سيدنا. ها. يعني لو ساكنهم الأهل والأصدقاء لا يمنع اللوث. يمنع اللوث. أيوه هذا. بس ما هو ده بقى بقول لحضرتكم، ما هو ده محل نظر الفقه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. اللي بيقول ألا يساكنهم غيرهم مطلقا ده عشان ايه؟ يبقى محصور في الجماعه ده هم بس. فان ساكنهم غيرهم، فان كانوا اقارب القتيل هل يمنعون اللوث؟ ها؟ على العباره الاولى ما هو محل نظر يا سيدي. لو ساكنهم هو في بدايه الكلام قال الا يساكنهم غيرهم من غير اهل. اي ماشي، ما انا بقول لسيادتك ده محل نظر. اذا الا يساكنهم غيرهم دي واضحه. يعني لو في اعداء وناس ثانيه غير لا اعداء ولا احباب. يمنعوا اللو. ايوه. طيب. كويس؟ تمام. ده القضيه بقى اللي احنا بنتكلم فيها بقى. في موجود في القريه غير الاعداء من الاصدقاء او اهل القتيل. هل يمنع اللوث ام لا؟ اللي يقول يمنع اللوث يقول لك هو قريب ممكن يقتلوه، واللي يقول لك ايه؟ لا ممكن، يعني ممكن صحيح. ممكن انت بتهيألك وانت عارف حضرتك من عدوك. صح. ها؟ نعم. ها؟
ثلاثة. طب انا عندي سؤال معلش. حاضر. احنا عندنا مخلطة ومسكنة. مخلطة ومسكنة مرتين زي بعض. لا المسكنة لا المخلطة يعني المحادثة والمكالمة، لكن المسكنة يعني هو يسكن هذا المكان. طيب. فهو القول الأول هذا قال ألا يخالط، الثاني قال ألا يساكن. طيب. فلو فالذي قال لا يساكن الذي قال ألا يخالط ف يعني يختلف الحكم عن الثاني. ألا يخالطه يعني خلاف سيدنا في المخالطة والمساكنة. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ تحت سيدنا خلاف. سابق قال قوله لكن قال في الروضة إلى آخره اعتمد الرملي في الشرح فعليه إن وجدت المساكنة فلا لوث وإن انتفت المخالطة. وإن انتفت وجد اللوث وإن وجدت المخالطة. نعم. من المحادثة والمعاشرة والمكالمة. أيوه تمام زي ما حضرتك تفضل. يعني الذي يكون ألا يخالط لا يخالط مطلقا. حتى لو لم يكن. لا ولو لم يكن مساكن. اه والذي يكون لا يساكن حتى فإن خالط لا يمنع. نعم. طيب. ها. سيدنا فرق بين المخالطة والمساكنة. المخالطة والمساكنة. قال لخبر البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن تعدد المدعي حلف كل بقدر حصته من الإنت غالبا قياسا على ما يثبت بها وجبر المنكسر إن لم وجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر فإنك لو ردت الأيمان على المدعى عليه فإن تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين يمينا والفرق بينه وبين تعدد المدعي أن كل من المدعى عليه ينفي عن نفسه القدر كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد وقيل يحلف كل يمينا واحدة ورجحه الأصل وإذا حلف المدعي وجبت الدية على مدعى عليه في قتل عمد وعلى عاقلته في قتل خطأ أو شبه عمد حسب دعواه بقى صح حسب دعواه ولا قود ولو عمدا قوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري إما امتدوا امتدوا صاحبنا قال إما أنتدوا من الدية يعني إما أنتدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله قال ولا تزيد الأيمان على خمسين إلا في جبر المنكسر للضرورة كما مر بيانه وفيما لو مات الحالف قبل تمامها فيستأنف وارثه لذا يستحق أحد شيئا بيمين غيره وفيما لو غاب بعضهم وحلف الحاضر فيحلف الغائب فيحلف الغائب إذا حضر فلو كان له ابنان وغاب أحدهما وأراد الحاضر الحلف حلف خمسين يمينا فإذا حضر الغائب حلف خمسة وعشرين وهذه من زيادته واضحة الأخيرة دي نعم يعني هم الآن على مع ابنان ولدان واحد غائب واحد حاضر واحد غائب واحد حاضر فأراد الحاضر أن يحلف يحلف كم يمين؟ خمسين يمين وإذا حضر الغائب يحلف 25 واحد سبعة حلف لنفسي ويأخيه هو حلف احنا عايزين 50 يمين وما حلفش لأخوه حلف أخيه وحلف لللو حلف لللو لإثبات اللو لإثبات البيع يعني لكن لما يحضر الغائب يحلف 50 25 حتين البيع موقوفة يا سيدي لغاية ما يجي الابن الثاني أيوه طبعا طب وليه حق الادعاء يا سيدي بالاقتصاد؟ لا ما حق الادعاء ثبت يبقى كده كده ثبت حقه يعني وارث فقط ولا العاقله كلها ممكن لا الورثه الورثه بس الورثه بس بسم الله الرحمن الرحيم من الوسائل التي تؤدي للقتل القتل بالسهم ومن الوسائل القتل بالدعاء ومن الوسائل القتل بالحال الأول السحر السحر هو استخدام الأرواح الشريرة في أعمال ولا يصل إلى قلب أعيان
ولا إعادة شباب ولا كذا ولا كذا، وإلا لأعاد إيه لو كان شيخ كبير يعيد إيه شباب. والسحر حق وله تقدير، لكن بما قدر القدير اشتركت. وفعل ولا تظن أن الساحر مسك سكينة بيهمش في الناس مش حاجة تمنعه. في أشياء للحماية من السحر، من أبرزها ذكر المسفي رحمه الله أن من قرأ قول الله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل ليلة لم يؤثر فيه السحر. وطبعا من قرأ قول الله تعالى فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من سبع مرات لم يصبه أذى في ذلك اليوم إلى المساء. ومن قرأها كل مساء لم يصبه إيه ضرر إلى الصباح. بس مع ملاحظة إيه باستمرار ما تجيش بقى إيه ولا أكتب لك على إيه ولا أعمل لك على دمار رسم. سيد إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه يقول ما قطع مريد ورده في ذلك في يوم إلا قطع الله عنه إيه إمداده في ذلك اليوم. وهذه حقيقة. أنا بشتغل في الورشة باخد أجر آخر اليوم، تأخرت في النوم وروحت ألعب في القهوة، أجي آخر النهار أقول للمعلم دين أجرتي ينفع. المهم ما تقصرش، لكن من فضل الله من يحفظ إذا مرض العبد أو سافر قال الله اكتبوا للعبد ما كان يعمل إيه صحيح المكينة. لا إذا حال السفر أو المرض بينه وبين وردة، فهنا السحر حق. لكن وفي أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات من الله التامة من شر ما خلق. الاعتصام بالله وبس يكون قبل وقوع البلاء، لكن بعد وقوع البلاء بنبقى عايزين بقى ايه يقولوا ايه درع مقاية ولا انطر ايه علاج. قتل بسحره. طيب مين يعرف السحر ده يقتل ولا ما يقتلش؟ السحر نفسه هو ايوه. وقال انه يقتل او يقتل غالبا فالقوات، يبقى فيه اختصاص. اذا قتل بسحر واخبر انا قتلت فلان وعملت له سحر يقتل، وهذا العمل الذي عملته يقتل في الغالب او يقتل دائما، ففيها ايه القصاص. او قال لا يقتل الا نادرا او لا يقتل الا نادرا تبديل. فان صدقت على مين بقى الدنيا بقى رقم يا عم الشيخ ده ما هو اعتبر ايه شبه عمد. شبه عمد زي يقتل غالبا اي شبه عمد يقتل او او لا لا يقتل او لا يقتل ايش اعتبر شبه عمد يقتل غالبا عمد يقتل او يقتل غالبا عمد او لا يقتل او لا يقتل الا نادرا فالدين. قسم قتل بسحره وقال انه يقتل او يقتل غالبا فالقول او لا يقتل او لا يقتل الا نادرا فالدين. لا انا بتسال بقى على من تقع الديه علي هو على السحر وليه مش على عاقله في اي مساله يعني يخرج عن شبه العمد في اي مساله
في الشبه العام. الشبه العام لن يخرج عن كونه على عقله. ليه؟ واحد تجب باعترافه. كل اعتراف ولا لو صدقتهم عاقلة ها؟ العاقلة ما صدقوش يبقى على مين؟ علي هو شهد عبد الله نعم شهد عبد الله والسحر هل هو كفر؟ وهل هو من الكبائر فقط؟ وهل تعلمه حرام؟ وتعليمه حرام؟ ده كل محل نظر. وبعض العلماء يقول الذي أدين الله به أن السحر كفر، لأن الأرواح الشريرة التي تنفذ هذا العمل أخذ عليها ملوكها العهد ألا تطيع إلا كافرا. عندي أن السحر كفر، لأن الأرواح الشريرة التي تنفذ هذا هذه الأعمال الضارة أخذ عليها ملوكها العهد ألا تطيع إلا كافرا. جه واحد بقى مفتح شوية قال لك الله، يعني لو واحد مسلم عمل عمل ما ينفعش، ولو واحد عمل كافر عمل ينفع ولا إيه الحكاية؟ إيه يا يوسف؟ لا خلاص النفسية مش مشتملة على كفر أصلا مش. لا مش كامل على كفر اصلا الله. لا يقدم على هذا العمل الا كافر، ولو كانت حتى مش مشتمل على كفر، لكن هم بايه يعني والعياذ بالله في حاجات كثيره الانسان يعني ما اقدرش اقولها بلساني بتحصل منه. وعندنا نعم حاجات بيعملوا حاجات كثير نعم قول ايه تعالى قرب الجهة قول ايه عروز زي بتاعنا بعض المشارك اللي هم مشين تبع الطرق الصوفية فعلا يستخدموا رسومات ورموز وتماثل واشكال بيقولوا ده دي حاجة كده زي ايه زي الحروف المقطعة اوائل الصور ما يعرفش سرها ان احنا او دي لغة ملايكة وبنحط بيها على الموز وهل فعلا في الكلام ده؟ لا انا ما عنديش في الشرع لا عندي اسرار ولا عندي طلاسم. احنا بنشتغل والشمس طالعه ها واضح بنشتغل كان احنا قاعدين اهوت في الجامع الازهر ايه ما عندناش حاجه لا نخبيها ولا نخفيها. انت ياتي سؤال حضرتك يبقى السؤال مع ما حكم الحجاب او العلاقة اللي بتتعلم. اذا كان مكتوب فيها حروف مقطعة الحروف دي مفيش مشكلة، لكن اذا كان فيها اسماء ملوك او اسماء حد فلا بد ان نعرف اسماء هؤلاء، فقد يكون اسماء ملوك جن ولا كلام فارغ. ولكن الجائز شرعا عند كثير من اهل العلم والجائز حمله وهو يحمل الحفظ فعلا ما كان من كتاب الله. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمه بنيه من عقل منهم اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضره ليقولها قبل الله. ولما الامل لم يعقل عقل كتبها في رق وعلقها عليه فلا مانع. بس شوف حضرتك ما كنتش فيها اسماء مجهوله شمهارش بغداتش مش عارف ايه الكلام ده ها نعم. موضوع الحروف امرها سهل، لكن الحروف يعني حروف مقطعه الله اعلم ده بيقصدوا بها. لكن انا بقول لحضرتك القران نعم يقصدوا بها شيئا سيدي بيقصدوا بها اذا كان يجوز بس مع ايه؟ تفصيل بقى مع تفصيل. اذا كنت كاتب ايات قرانيه وحملتها وغلفتها بمشمع طائر وحملتها لا باس بها، وان كان الاولى تركها خوفا من ضياعها او من وقوعها في نجاسه او نحو ذلك. طيب سيدنا الحكم في فرق ما بين الساحر والذي ذهب للبيت، يعني احنا قلنا ان الساحر
لم سحر أو سحر لا. يعني لم سحر أو سحر لا. خلينا في قضية سحر لا. من سحر الساحر ده او ذهب الى الساحر ليسحر غيره. لا هو الساحر كفر. اما بقى المصاب علاجه بقى ايه؟ فيه وذكر القرطبي في التفسير ان يؤتى عارفين ورق الست نب سبع ورقات وتدق بين حجرين وتوضع في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحثو منها ثلاث حتيات كده يعني ثم يغتسل بالماء. قال وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. عارفين يعني حبس عن أهله؟ أيوه. ده من ثم يحل السحر. سبع ورقات سن. حتى لو موقوف عن الزواج أو موقوف عن السحر فيها أشياء كثيرة أنواع كثيرة بقى ده بيدخل في تفاصيل. أيوه. يلا فرق شاء الله. ايوه انا بقول لحضرتك. لا ما هو زي بالظبط. زي الساحر. لا لا ادي على الساحر. لانه ليس مكرها. عرضوا على الساحر. الا الاكراه على المكره والمكره. الا ايه؟ الاكراه. لو واحد قال لي موته والا موتك. اتفضل. بس هو ياخد من الكلام هنا سيدنا ان الساحر قلنا ان هو يكفر. طيب اللي ذهب للساحر يكفر ايضا؟ يا سيدي الهدى بالكفر كفر. اذا جاء رجل وقال لا مثلا اريد الاسلام فقال له اذهب فاغتسل كفر ورضاه بكفره تلك اللحظه. لا الرضا بالكفر اخر عن الاسلام. اذا جاء رجل وقال اريد الاسلام قل له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبعدين عايز تقول له اغتسل ما تغتسلش على خلاف اخر عنه الاسلام. لكن لو قال له روح اغتسل وتعالى يكفر هو في اللحظه ممكن يموت. اتفضل. يلا يبقى كده من سحر له ليس عليه دية ولا قاول الا لو اكره الساحر على الساحر. اللي هو ايه؟ اللي راح للساحر قال له اعمل لي مثلا حاجه. لا هو طبعا هو الرضا بالكفر كفر وحكم حكم الساحر. بس الدية عليهم على الساحر فقط. الا لو اكرهه على ان هو يعمل هو لو اكرهه يبقى على الكفر. اتفضل. قال رحمه الله فصل في القتل بالسحر إذا قتل بسحره بإقراره آدميا معصوما وقال إنه أي سحري يقتل غالبا أو شهد عدلان بأن سحره يقتل غالبا لزمه القول كالقتل بالسيف ونحوه أو قال لا يقتل أو لا يقتل إلا نادرا فالدية فالدية تلزمه لأنه في الأولى عمد فيما يظهر بإقراره أو لا لكن لا قود فيه لاحتمال صدق قوله لا يقتل وفي الثانية شبه عمد نعم إن صدقته فيها عاقلته حملت عنه الدية كما مرت الإشارة إليه في باب العاقلة فلو شهد عدلان أن سحره لا يقتل لزمته الدية لأنه خطأ. نعم يبقى له وعند ذكر بقى القتل بالدعوة برضه نتكلم فيها ونقول لا قتل فيها ليه؟ عندها ثالثة؟ نعم سيدنا. لو قتل بدعوته. بالدعاء؟ هم دايما نعم. الحاشية؟ ايوه في الحاشية. لو قتل بدعوته هم دايما العلماء رحمة الله عليهم لما بيذكروا أشياء من اللي هي مجابة الدعوة يقول إيه؟ واتق الله واعلم ان من قتل بدعوته كمن قتل ايه؟ بسحره. وقال سيدنا قول قتل بسحره خرج القتل بالعين والحال والدعاء. العين والحال والدعاء. العين والحسد. 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 العين والح
في فرق. احنا عندنا عدة اشياء الناس بتخلط بينها. الاول العين والحسد والغبطة. كام كده؟ ثلاثة. العين والحسد والغبطة. العين اللي هي الإصابة للعين ويقال له عانى فهو عائن. فهذا ممكن يعني فكرة ممكن يتعمد ذلك ممكن. لا مش حسن. يوم بصوله كده يقول ايه الحلاوة دي الحرف ايه ايه ايه. فقال بل حضرتكم مجرد ان همته تتعلق بشيء بتنفصل مادة سامة منه الى الشر. زي ايه؟ انا قرأت في الكتب المالكية بيشبهوا الحكاية دي بالتثاؤب. يعني واحد انا ما بحبش التثاؤب معلش يعني لكن همثله بس كده على الله. قاعد كده جنبك كده والنار يؤثر او الصحه او الايه العده. الراجل بيقول لهم القطر جاي جايين من البيت بجد صحيح. وبعدين القطر جاي ماشي على القضيه يقول لهم يا رايكم او اعرفكم القطر ده ايه يا راجل ها ايوه اعرف بعيد ها هتدفعوا كام؟ هتجيب لك ورقة دخان دلوقتي بتاع السجاير. هتبص للقطر قال له يا سلام ده انت ماشي من يمين دي مش عارف انت هتطقطق من القطر سايب القضية دي. في ده اسمه ايه؟ عين. والحماية منه بقراءة قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا لما سمعوا الذكر. هذه الآية تمنع العين. في الغبطة وهي تمني مثل مال الغير. تمني إيه؟ معايا؟ تمني وتعتريها جميع الأحكام. في الخير خير وفي الشر شر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وانما الدنيا لاربعه لهم رجل اتاه الله ايه؟ ها كمل فهو يتصرف في ماله بعلم ويتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم ان لله فيه حق فهذا من افضل المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو صادق النية يقول لو كان لي مال لعملت فيه ايه؟ سواء بنية. ورجل لم آتاه الله مالا فهو تخبط في ماله بجهل لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم ان لله فيه حقا فهذا كأخبث المنازل. ورجل لم يأتاه مالا ولا ابن الايه لو كان معايا كنت جبت اضافي زي خمره كله كنت شفت عشره فهو بقى ايه في اليسر سواء اسمها ايه؟ غبطه ولا يحمل لا حسن الا في اثنتين لعنة غبطه. بقي معنى ايه بقى؟ هو الحسد. الحسد تمني زوال نعمة الغير وان لم تعد اليه. يعني ايه؟ مش بيتمناها لنفسه بيتمناها تزول عنه بس. انه ما عين ما تبقاش عنده. ودي كلها من الأمراض التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف قال عليها. قال الإمام الغزالي رحمه الله معرفة أمراض القلب مثل الكبر والحسد والكلام ده كله معرفة حدودها وأسبابها وعلاجها وطبها والأمور دي كلها فرض عين على كل مسلم. الحسد أنت على أقارئ تقول إيه؟ نقول ما أعدل الحسد. ها ما اعدل الحسد. الحسد نفسه تقول ايه؟ اللهم اعطينا مما اعطاه. امين. اي اللهم اعطينا مما اعطاه. بدا ايه؟ كمل. بدا بصاحبه فقتله. بدا بصاحبه فاكل قلبه.
الراجل نايم في الحرير او نايم في نعمة الله وبيتقلب في نعمة الله، والتاني عمال يفرك ونايم على الحصيرة ولا نايم على الارض وقلبه هيولع ولع ولا طح. فلن تمنع شيئا من عطاء الله ما يفتح الله للناس وما يمسك. على كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله كأنك لم ترد لي ما وهب، فظننت جهلا أن وصلك يشترى بلطائف الأرواح والأشباح، حتى رأيتك تجتري وتخص من تختاره بلطائف الإملاح، فعلمت أنك لا تنال بحيلة، ولويت رأسي تحت طي جناح في الطريق الى الله. راجل بيقول كنت فاهم انني اوصل الى وصلك، ولو افني في ذلك ايه روحي وجسد. لقيتك بتمن على من تشاء وتعطي من تشاء وتقول كل الاله، العطاء واسع قوي. فعلمت انك لا تنال بحيلة، ولويت راسي ايه يعني سلمت الامر يا اخي. ده اسمه ايه؟ في غبطة وفي حسد وفي عين. في حال لا غبطة اللي حدثت مع سيدنا موسى مع النبي. ده من باب الغبطة يا شيخ. لا ايه من ايه من ايه دمع. لا تحمل يا جرى ايه طرح نبضينا بلا يا شيخ. لا مش قبل الموضوع ده. لا ما تعملها على ايه ده اللي يعملها الحسد يكفل الغبطة. لا 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 خطور خطور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تمسك وطال ممشاكم وتبوأتم من الجنه المنزله، وبارك الله فيكم وعليكم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم انفعنا بالقران وانفعنا بالقران وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.